هلا هلا هلا، لا تقطعنا بنواف، هلا هلا. خبر عن المهمة. اي بنحط الجوبو. ها ها اي والله، عيب. هذه لان عليه فولومتريك، ها يخلي الفولومتريك صح عشان يعطينا بعد بس ما حطيت عليه فولومتريك، حطيت للانفيرمنت ولا حطيت؟ احنا حطينا الفولومتريك عشان يطلع لنا الاشعاع، اليوم حطينا النقط. كان اريا لايت، مو لهذا اللايت. لا هو يصير حق هذا هسه الكيوب، حطيت. حق هذا هو يصير حق، اوكي خلاص خلاص. اي يصير حق الاريا لايت ويصير حق السبوت لايت. فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك تذكر. فهذه نقول جيبو دبل جيبو كليك بالماب، نعطي شكر يا سلام. لازم يشتغل. اي الفا وهي بي، ايوه شوف حتى حتى بالضبط. الريز، شوف الريز ايش حالاته. ايوه حتى الريز اي صحيح. الحين نسوي تقدر تزيد المسافات بعد الشكر. خل نزيد شكر بورد بيجي بيجي 4 باي 4، خلي مثلا 2 باي 2 اتوقع. اي اوكي، بس هنسوي الفيذر خلاص اول شيء مال ما عليك. صحيح. أمي. اعمل ريفلكشن بالأرضية بنواف. ريفلكشن يصير، هي لازم. هنشوف اذا ريفلكشن وين عاد هني بسبيكلاريتي. بس حتصير إضاءة قوية. اي اضاءة حلو. قوية، اضاءة هذه قوية. يا عيني. شوف الرفلكشن حتى عليه رفنس، عليه الفيد صح؟ اي عليه هذا رفنس. شوف الرفنس. الحين كذي ما عليه شيء. بصير سريع. اي رفنس هاي فظيعة. شوف 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 الريز يا اخي، شوف والله الريز حلو. كفاية. قوي ايوه والله والله قوي. شوف بتذكر كان درس كامل يمكن ساعتين لثلاث من نومون، شركة نومون، عم بيعملوا بس فوق اللايت توتوريال كامل اي كيف بالفعل تعملها وكيف كذا. سبحان متعب، الله. متعب لا جدا. ما ادري شنو اسمه، حتى اسمه فولومتريك هو، بس يسوون بوكس، لا فوق لايت، لايت فوق اسمه كان اسمه. اي يسوون، اتذكرها يسوون بوكس وداخل البوكس يعطون ايوه الخاصية هذه. ليش؟ لأن إذا صحيح حطيته على كل المشهد راح يصير حده ثقيل. صح 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 إيه صح أتذكرها صحيح. عدل أنا يعني هذه، ايوه لأن كنت فعلا أبيها يعني، يعني لأن بالضبط ترى تعمل شغل حلو. وايد يعني. شوف صحيح الإشعاعات اللي دازة من الشمس، غير صحيح صحيح الإفكتس اللي يسوي لك إياه على التكست اللي تونا سويناه، عرفت يعني، صحيح يعطيك مجال أوسع للإبداع. صحيح ايه صحيح. بنواف ضايل الموضوع اللي ايه هو الألفا على الأوكلوجن صح؟ حلو. ايه صابه؟ ايوه يلا. الالفا الحين خلينا نسوي على هذه. لا انت عملت دبليكيت من الأرضية ايه ورفعتها صح؟ انا ايه ايوه بالضبط، تبع نفس الشيء. ايه نفس الشيء دوبليكيت نايس. ونلفها الطريقة هذه. ليش بالفيو بورت بنواف يطلع بيطلع لونه اسود الماتيريال؟ أي واحد هاي مزعجه. شنو هو؟ كل الماتيريال تاعت ارنولد، أي الماتيريال تاعت ارنولد حتى الفيري على فكره.
بيطلع لونها اسود او لون غريب او كذا. وين؟ بالفيو بورد قبل الرندر. يعني شوف التكست الحين كله اسود عندك. اي تكست؟ ما فهمت قصدك. هذا ها اي تكست. هذيل ايوه هذيل ها في لوحه فيو بورد 2 يمكن ما باخذها. ايه، لان شيدرات شوي غريبه. معقده يمكن، ما ادري يمكن. لا عندي، عندي على الفيري على فكره شعر عامله بس لونه اسود ويطلع لونه هيك بينك، بيطلع لونه بينك ولا بيطلع لونه ابيض ولا اشياء غريبه. ما عليك ما عليك، انسى انسى، هذا تردش علي بكل شيء، مش شيء معبوه. لا هذا ليجاسي هاي كواليتي، هذا افضل شيء يعني. نشوف خمسة. خلي الاسرع. والله حلو الرندر. عجيب. والله وايد قوي. زين خليني بجدام. خل بالاكسجين. ايوه هذا نحط له قلنا هم نفس الشيء، ارنولد اي اي ستاندر، ونقول له شيكر صح؟ شيكر نحطه بالكلر. اوكي خلينا نحطه بالكلر ونصغره شوية. نحطه بالشيكر وبالألف لازم، ونحطه بالألفة. لا لا بالألف نحطه هني، لازم. لا نحطه هني، خلينا بس بالألف هذا لأن لون، أي لون نقدر نحط عادي بالضبط بالضبط. يعني. خلينا نحط اللون بعد، مو مشكلة مرة واحدة. اوكي ونحطه بالريفراكشن، قلنا ايه الألفة اللي بالرفراكشن هني، الأوبسيتي، نحط تشيكر. خلينا نصغر حلو. شوية. خليها 8 باي 8 ايه مثلا او اكثر. أكثر شوي، بعد أكثر. أوكي خلاص حلو. الحين هذه الأبجكت نحط له شنو نقول له؟ نقول له في اشي بال لا لحظة ما قد اسلك عليها. انت سلكت عليه بس هو مش مبين. ليش معلق؟ في شيء صاير لوك. ليه؟ زين عم خلينا بطلع نسيب، الماسكات. لا شغال الماسك. هنقول لنيو، نجيبه مرة ثانية. اوكي نقول قلنا بالاي اي اي هني، نقول له ايوه بالارنولد اوبك، ضغط ستة ما يطلع لنا اياه، اعتقد يطلع لنا على فيو بورت. ما سواه ليجاسي، اي على ليجاسي يطلع، يطلع لنا بس بالفيو بورت. طبعا احنا ما لنا شغل فيه. بالضبط. اي خلنا نفتح هذا، صرنا ما نعرف غير نشتغل غير بهذا. طبعا الارنب. ايه عجيب. اي والله. اي والله. فالحين نبي نسوي الكلوجن، خلينا نسوي باسز تمام. للكلوجن. نروح على الباسز، نقول له كريت اد كاستم او سي سي، ونقول له هني سو سيلكت عليه. اعمل سيلكت، عندي مشكلة هني الظاهر بالسيلكت. ايوه نفتح ال هايبر شيد. هايبر شيد وايد حلو مسوينه بصراحة، كان قبل بس تطلع منه وترجع سالفة، الحين وايد احسن. المهم اسرع كان صار صح. اي اسرع صار. هني عندنا شيدرز تكستشرز، شيدر اتوقع. بالشيدرز. شيدر. ثاني واحدة، ثالث واحدة. لأن أنا فضلتهم هذه هي AI Ambient Occlusion.
ميدل ماوس تمام اسحبها انقطها هني اصبر يا عيني. بس اي الحين ندش هني نشوفه نشوف نلاحظه انه مسوي بس الحواف مو 100% على فهم اي فش نسوي احنا مسمينه او سي سي نروح على الاوبجكت نفسه وين هذا الاوبجكت اوكي نروح على الخامه في شغله اسمها AOV names نشوف الحين الفرق راح نلاحظ الفرق على الاندايركت او الدايركت نفتحه ونحط له OCC سوالنا اياه ايه والله طريقة طويلة هاي الخطوة الأخيرة ما بتخطر على بال حد. ايه صدق يعني الحين يمكن في خطة ثانية ما ادري المهم انا وصلت لهذه يعني والله إنجاز هاي، والباك جراوند لازم أبيض بس والله يا أبو نواف عشان نتأكد من الطريقة. ألفة هي المفروض إنها ألفة هذه هي ألفة لا صح ألفا إيه كان في صحيح. ألفة بس انتهينا. ايوه الفا، بس لما تعمل ريندر ما إيه بتطلع الفا، هذا اللي صار معي طلعت اسود. مع انه شوف في تشيك على إيه بالريندر باسز، ها في تشيك على ريندر الفا او شيء زي هيك إيه هذه غريبة خلينا نشيك مرة بالاو ثانية في اي. ايوه بال اي او في هاي هذه هي RGBA بالضبط RGBA بالضبط بالضبط حلو بالضبط. لما الحين اعمل ريندر علشان نشوفها وبنعمل خذ لي اياها خلينا نعطيها مع الاسود. BNG خلينا نشوف انت على اي صيغه BNG BNG اكيد BNG هم انا ما اعطاني رندرت سين كامل يعني صراحه خسرت اعيده. خلينا نشوف اي صدق حتى انا صارت معي بس خلينا نروح عليه نشوف لحظة my document Maya project images هو هني نلقاهم خلينا نمسح هذيلا كلهم عشان نشوفه بالضبط نرجع لنضيف. ايوه نقول رندر خذ وقتك يا أرنولد، خذ وقتك تستاهل. اي والله طالع يا زلمي طالع الله حق اشرف ايه وينه لين ما جمعنا؟ رايح ايه راح يودي بنته ان شاء الله خير شوف الرفليكشن شوف النقاوة بالزجاج شوف صحيح. شوف الانعكاس التكتشر هذا البرتقالي على الزجاج يعني واقعية تستاهل الحين والله. هذا إذا فتحناه كذي هذا طبعا ما يبين عندنا ألف ولا لا خلينا نفتحه بال فوتوشوب أي أوبن نف تشيك ممكن نف تشيك ما في ألفه نو ماسك شوف كاتب لك نو ماسك فشوف شنو ممكن هي الاوكلوجن اجمالا بنواف لو تكون الباك جراوند ابيض كفايه عليها، لانك ايه راح تعمل اوفرلاي مع بس انا مو بس هذا انا قاعد يصير معي وايد شغلات مو بس هذه عرفت بالضبط. ايه يعني لازم لها حل هي اتوقع من هني يعني شوف مع انها مكتوبه ار جي بي اي المفروض ان بالضبط معاها الالفه صحيح.
حتى ابو نواف لو بدك تعمل رندر للارضيه بس شادو مثلا، بدك تحط تدمجها مع لايف اكشن، اي مع لايف اكشن بدك تمام مثلا تحط التكست هذا مع الشادو تبعه بالانفايرمنت مختلفه بالشارع بدك تحطها. اي فبدك تاخذ منها بس الشادو، فالارضيه ما بعرف شو الطريقه يعني، ما بتاخذها الفا. لا الارضيه تعطيها الكاتش، شوف هذه الحين، شوف انا اقول لك نعطيها خامه الكاتش هذه بالارنولد شادو كاتشر ايوه الحين تصير. هنسكر هذا نفتح هذا، شوف الحين حطينا الكاتشر كله انيبل ترانسبيرنسي زين، ومن من هذا نقول الاوبك شيله. شوف الحين معطينا بس هذا شادو، ترى هذا شادو هذه الفا مع الشارع. اي هذه الفا بس لان شادو هذا كلهم شادو، هذا كله شادو، هذا الشادو جاي من ورا من فيلومتريك. بس انت على الاوكلوجن بن نواف مو على البيوتي. اي اوكي هذا طبعا احنا حاطينه مو بالطريقه الصح لانه كثير صحيح. اي صار قدام اللايت. اي الحين رجع. طب الحين لو بدك تعمل سيف اس باخذ الالفا ولا لا؟ هاي المشكله. شنو هي؟ لو بدك تعمل الحين مثلا سيفها بي ان جي مو هذا هو، انا قاعد اجرب الالفا الحين اتوقع، ما ادري والله يمكن ايه يعطينا، ما ادري اذا يعطينا. خلينا نجرب مع صوره على الفوتوشوب، خلينا نجرب على السريع. خلاص شيله هذا، انتهى دوره. هذا اي صح خلاص اي. خلاص صلى الله عليه ونواف، الله يعطيك العافيه. يعني شوف هني اذا تعطيه الالفا موجود هذه الفا. بالضبط صحيح، والشادو حلو والرفليكشن ما في رفليكشن مش مهم. احنا الارضيه عملناها كاتشر هذه. اي الحين هذا اذا نسيفها، شوف خلينا الحين يبين معانا، خلينا نسيفها من هني، نفتح الفوتوشوب. فايل سيف ايمج، نخليها على الديسكتوب تيست 1. ما خلصت اول. ايش هذا الاكسبريشن؟ هذا ما ادري، هو ياخذ على حسب ما انت تحطه. اي 1 على الديسكتوب، اي 1 اوكي. رحنا الحين ما اخذ الاكسبريشن. ايش هي منوع فاضي كان كنا حطها جي بي جي كاي. لا انت حط له بي ان جي معناته. اي معناته لازم احط له بي ان جي. خنجر هذه. هذه ما في. لا المفروض. اي ما في. بالضبط، المفروض يعطيك اياها اسود. مو اسود. اي. زين حدد له. اي 1. ايوه دوت بي ان جي. اوبن. وين ما حفظناها احنا. ترى الايمجز حفظها. ايوه بي ان جي. هذه شكلها صح. ايوه شكلها صح. ايوه طب ليش ما كان ياخذها؟ تطلع اوكي. ليش بالرندر ما تطلع؟
خلينا نرندر مره ثانيه خلينا نشوف. صحيح ايوه 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 هذه الملاحظه صحيح صحيح صحيح. من فريم واحد من فريم واحد لفريم واحد نفسه يعني الرندر فروم 2. خلينا نشيل هذه راح يحط لنا اياها وين خليه عشان نحط الاوكلوجن نحط كل شيء. اه كويس شوفوا هو معطينا اي اكس ار احتمال بالاي اكس ار موجود الالفا. طيب خلينا نشوف خلينا نقول الحين الرندر الرندر سيتنج نقول له هني ما نبي اي اكس ار مشان هذا مايا خلينا نقول بي ان جي 16 بت يعني اوكي وهني بس هيك راح يرندر تو لاير صح؟ اي راح يرندر البيوتي وال طب لحظه حدد من اي فريم لاي فريم حدد له؟ اه بس فريم واحد لفريم واحد اوكي شو ما يرندر فيه اوكي اوكي يعني لازم نعطيه السيكونس بالضبط من واحد الى اثنين لا واحد بس عشان يرندر فريم واحد. اوكي هني محطوط اي اكس ار لازم حتى يقول له بي ان جي 16 من واحد لواحد. اوكي الحين بالرندر بالرندرينج رندر سيكونس رندر سيكونس فهني الحين لا يخلص ميتنج واحنا نستنى. لا لا ما افتكر. البيوتي انه هو قاعد يسوي كالكوليشن بعده. لا 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 يا فتى الايرور ايه ما بي لو انه باتش رندر يقدر يكمل صح؟ ايه لانه بفتح كانه برنامج منفصل. ايوه والله بجرب الطريقه هذه الحين بجربها لازم اجربها بشوفها من الدوز رندر الدوز من الدوز اللي يعطيه امر من الدوز يعطيه امر رندر اللي هو البرنامج اللي سويته انا. ايوه ايوه ايوه, أيوة. البرنامج اللي قبلي قبل الباك بيرنر قبل أيوة الباك بيرنر نشوف. انت مش مسيف الحين بنوار؟ لا سيفته بالاخر أي. ان شاء الله. طيب يلا بالاخر تاني أرنولد 2 أرنولد 2 هذا هو اي اوكي زين الحين الباس الصح والارضيه صح. الحين نبين الباس هني اوكي اوكي هني اوكي بالكومون ما يعني مسيف اخر شيء. اي اي مسيف صح بس طايل بس هذه فريم ستارت 2 ايوه 1 to 1 yeah my safe oh yeah rendering render yeah ليش افتح الاوبشن تعود اي اوبشن اي اي ما ادري صدق الو هلا حبيبتي اي اوكي باي
كم وصل لسه؟ مو بادي؟ ما شو بدأ، بالي؟ المفروض يطلع لا هني. بالضبط، هذا السيف ريزولت كذا كذا ام بي، هذا السيف يكون خلص. ما انت موجود على البروجكت على الديفولت، مو موجود. يا اخي هني يعطيك مسجات يقول لك السي ال قاعد يستهلك والجي بي يو قاعد يستهلك وهو ما يستهلكهم، ما ادري ليش يعني. مش عارف خلينا والله نشوف خلص هذا وين، اذا وين قطهم، خلينا نشوف قطهم مكان ثاني. مو مخلص قطهم برا انت عدف. برا التمبرري هني. ايه هني لان اوكي سيكونس. صح صح زين خلينا نفتحها. يلا زين فوتوشوب فوت. نقلب الفوتوشوب. لا هم مو ألفا، هاي لا مش ألفا. شيء غريب، سيكونس ما باخذ الفا كانه. طب والله مو سيكونس عادي، باتش رندر خليه باتش يخرج رندر يعطينا شو اسمه خليه مع وقت. اللغه، ايه خليه خليه بعد. هم فكرة، نشوف هم شو فكرة. اوكي. باتش باتش رندر طبيعي وين؟ تحت تحت بالمواقف، نسيت انت ايوه تحتيها. ايوه بس زمان شوف حتى مو مشغلها كلش انا. بالضبط هذه امره. اول مرة شغلها. نمسح هذه السريع. اوكي راحت. الحين بدا هني يقول with rendering with R node renders. الحين والله بقى الحين بستعمل معاه شو اسمه، ان شاء الله تضبط معي ألا وهي من الدوز اني ارندرها من إن الدوز. شاء الله إن شاء الله. في 4 الحين راح اجيبها لانه مع الووتر مارك. مو مشكلة اي هاي اشتغل. اللهم صل على سيدنا تجيني مسج على الزوم على الكمبيوتر ترى فاتح. لا اخذت الرقم بسرعة وعملت ايه جوين. احسن الكمبيوتر. والله نفس الشيء، نفس الشيء. هنقول له open with Photoshop update نفس الشيء. اوف نسكرها نفتح مرة غريب ثانية. إيه لا غريب معناته في سيتنج معين يعني وليش اكتبه سيف هنا. از ما يزلطف من ورا اي معناته في يعني سيتنج هني، في سيتنج هني. بالرندر بس لانه اي قبل الرندر اوكي اما السيف بخذ لابد في هني بالسيتنج يعني بالاو اس هذه هني بي ان جي ار جي بي ار جي بي اي هي انسب شيء هني. زين بالضبط. هم نفس الشيء نقول له هذه. هنشوف السيتنج مالها اتريبيوتس هني ار جي بي اي هذا امبيانت اكلوجن طب الاكلوجن بالله اخذ عليها هذا الاكلوجن. تعال احنا داشين على الاكلوجن. صحيح، افتح الاكلوجن ايه خلينا نشوف الاكلوجن. الاكلوجن هو اللي ما اعرف نفس الاكلوجن الشيء شكله. ايه شكله نفس الشيء اخذ عليها عليها ووتر مارك عليها ووتر مارك بس ما عليها الفا. لحظة لحظة يلا هنقول له اي اكس ار. لحظة لحظة، أنت حطيت باك جراوند انفايرمنت ونواف لا ما في، مو بس حاط. لا 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 عملت سيف از، سيف از أخذها معناته خلاص ايه بس لحظة أخذ لحظة سيف از معناته. بس بنوف بدي أحط جهاز على على الشحن ثواني بس ما ايه تشعل خلي راحتك على ما اطير انجر هذا.
ايوه شوف الاي اكس ار انا اذكر كان يسالني بس اودي على الفوتوشوب تبي الفا ولا لا، فننتظر الحين يخلص نشوفه. الحين سويت له اي بس اكس انا النقطه المحيرني انه بالسيف از اخذها الفا، معناته مو مشكله فايل اي اي بي ان جي ومو مشكله سين مايا لانه اخذها رندر، موضوع بس بالرندر بالارنولد ايش السيتنج بتاعت الرندر بس. يلا هذا الحين نوديها او بق شوف الحين يسالني از ترانسبيرنسي ولا يس مثلا يابا ها اي اكس ار ايش معنى اي اكس ار؟ ايوه. طب كم حجم الفايل بالله؟ اكبر كثير من حجم ال بي ان جي يكون اصغر. هذا 3 ميجا واحد كبير والله. اي اكبر بس اوكي خلينا نشوف الكلوجن بعد بالضبط. نقول له از الفا شانل شنو قصده؟ شوف از الفا شانل ما ياب الالفا بس افتح الشانلز بتلاقيها ابو نواف. اه معقوله؟ جميع عند اللايرز. ايه افتح لا مفتوحه لا عندك شوف. بالافتر افكت اي سكرتها لاني سكرتها خليني افتحها مره ثانيه. اوكي الفا هني هل افتح اي والله كاهي كاهي بس ايها الفا بس مو الفا مزعجه الفا مزعجه اي خلينا نجيبها بالاختيار الثاني الاول. ايوه يا سلام صح. ايوه معناته اي اكثر معناته بس انا الفايل اللي عندي على فكره لازم اعدل شوي بالانيميشن واعيد الرندر تبعه، انا في اشياء كثير طلعت لي مشاكل هلا ما هي اسبوع اسبوعين الكورس لازم اعدل عليه، فهي عم بكتشف اشياء جديده بالرندر. ايه لا لا الرندر وايد حلو ترى، شوف هي فيها كومبينيشن يعني مرات تحسها تشوفها ثقيل لانك حاط شغلات ما لها داعي يعني. تخيل تخيل انا شفت الرندر هذا الاخير مال الممر كنت اول ما سويت السيتنج ماله كان 14 دقيقه ياخذ، اوف تخيل نزلته لدقيقتين ونص. شلون تخيل في شغلات قاعد احطها زياده ما لها داعي يعني، مثلا في اضاءات حاط عليها سكترنج ما له داعي للسكترنج، انت ما عندك سكترنج، حاط مثلا عليها اندايركت انا ما ابي اندايركت يعني هالسوالف اشيلها. انا حط الاي اي 9 كنت عليها بنوار اي انا ليش خذا عندي 15 حاطه 10 كنت حاطه 10 الاي اي خذا مني 14 دقيقه الفريم وعلى جهازي يعني سريع فنزلت شغلت عليه رندر فارم ولا جهاز واحد؟ لا لا على الرندر فارم الرندر فارم وزعتهم وسويتهم تقريبا خذ يعني هم 550 فريم تقريبا خذ 5 ساعات او 6 ساعات كذي. على جهاز على ثمانية كم جهاز؟ على 8 ما شاء الله. اي يعني هاي هي بس نبي نشوف سالفة هذه بعدين ان شاء الله الشادو بجد. يعطيك العافية والله يا ابو نواف. الله يسعدك بارك الله فيك والله يحرمنا من جهوده. خلينا نشوف ان شاء الله ما بنستغني ان شاء الله على طول سبرسو ناطرتك. ايوه خلاص دلنا اوكي الله حبيبي حبيبي يلا مع السلامه والله خير انا على النوم على طول يلا تصبح على خير السلامه تطلع خير